مساء الخير، أنا الدكتور عمرو فتحي صالح، استشاري جراح التجميل. هكلمكم عن عمليات الثدي عموما. عمليات الثدي للنساء طبعا والرجال، لكن هنتكلم أكتر عن عمليات الثدي بالنسبة للسيدات أو للفيميلز عموما. عمليات الثدي بتنقسم لكذا شق، منها عمليات تكبير الثدي، عمليات تصغير الثدي، عمليات رفع وتصغير الثدي. عمليات تكبير الثدي طبعا لها كريتيريا او انديكيشنز معينه اللي احنا بنعملها بسببها، طبعا يا اما ضمور في نسيج الثدي، يا اما حالات كتير بعد الولاده وبعد الرضاعه بيحصل برضو ضمور شويه في نسيج الثدي، نضطر نلجا ان احنا نعمل عمليات تكبير الثدي. عمليات تكبير الثدي بنستخدم الثدي اللي هو الصناعي او الماماري امبلانت، وده بيتحط ورا نسيج الثدي دايركتلي، يا اما بيتحط ورا العضله اللي تحت نسيج الثدي، كلاهما بيتعمل. طبعا كل واحده لها انديكيشنز معينه، امتى نحط ورا نسيج الثدي او امتى نحط ورا العضله. بنيجي بعد كده بنتكلم على عمليات رفع الثدي. رفع الثدي اوقات كتير بنلجأ له مع عمليات تكبير الثدي، وده بيكون بفتحه برضو من تحت الثدي بالطول، من خلالها بنقدر ان احنا نحط الثدي الصناعي ونرفع كل نسيج الثدي. عمليات تصغير الثدي بتتعمل اكتر من سبب، طبعا ببساطه طبعا ان بيبقى في تضخم في حجم الثدي، حجم الثدي كبير قوي بيسبب مشاكل طبعا في الشكل في الحركه، بيسبب مشاكل وحاجات عضويه، بيسبب الام في الرقبه، بيسبب الام في الظهر، الام في الكتفين. بنضطر نلجأ أوقات للعمليات دي عشان نريح المريضة من المعاناة اللي هي بتعانيها بسبب تقل حجم الثدي. بيتعمل بأكتر من طريقة، عموما كلهم بيبقوا بجرح من حوالين منطقة الحلمة، وجرح بالطول، يا إما بجرح حوالين الحلمة وبالطول وبعرض تحت الثدي بالكامل، من خلالها بيتم تصغير لحجم الثدي ورفع الثدي. عمليات الثدي عموما آمنة بشكل كبير جدا لو بتتعمل طبعا من خلال جراح كواليفايد عنده خبرة، بيشتغل عارف هو بيعمل ايه. مشاكلها طبعا اي جراحه واي حاجه في الطب لها سايد افكتس ولها مشاكل، لكن طبعا المشاكل دي بتقل جدا 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 لو زي ما هرجع واقول تاني مع اللي بيقوم بالجراحه دي حد كواليفايد انف ان هو قادر على اداء هذه المهمه.